نحن منطقة باب القش، دحق الانقاض، دحق هذا البوري مكسور، الماي مقطوع، حاله حال الشاغ، الانقاض، البيوت واقعة، والله دحق على بيت الشؤنه، والله الله وكيلك ما حد جاء قال لي منو انت، وخوما نحن نظل الشكل يا اخوي، اولادنا تقتلت، ابو اولادي مكسر وقعد بالبيت، هاي صار له سنتين. مسؤولين يعني لا مسؤول لا مسؤول ولا بلدية جو منظمة شالوا الانقاض من هون وكنسوا العوجي خلف الله عليك وعليهم وغاحوا وهذا هو عطوا شحال المنطقة ابن زوجي وقعونه من السطوح كسرونه وقعد هاي سنتين قعد بالبيت عملنا له عملية بالدين الله وكيلك ليش وقعونه؟ وقعوا زيتون السطوح الدواعش من السطوح ليش؟ ها مورد ان نطلع يقولون انت مرتد انت ما مرتد ان نطلع ومسكونه قتل اخذوا ابني قتلونه وزتونه اللي هو من الاصل يا يعني والله شو احكي لك؟ ايش احكي لك؟ والله اللي احكي لك حكي والله ما قلبك دي يشتعل علينا ظلينا هون لا اكل لا شغب لا ابد لا تعويضات ولا ابد ولا اصلا الله بدالك كل تعويضات ماكو كل شيء ماكو وكل مسؤول لحد جاء ولا حد مر ولا حد قال لي ليش ابنك قتلونا بعز شباب وعنده بنت وحدي لا كهرب وانا قاعده بجار وانا هاي بنتي اغملي عندها ولد وبنت وقاعده معاها وما عندي وانا زي جيتو وبيت ما عندي زي قاعده بجار زين معنيين البلديه ما جت لا ما جت ما حد جاء ما حد جاني ما حد جاني ساعدنا زين ماي عندكم ماي ماكو اسمع ماكو ماي ماكو ماي مقطوع الماي بيردي جوا استعمل قسيم للبغد والله قسيم بغد شحال صوب انت شحالي دقق عليه دخل ماتنا الصوب وقاعدين هون بالبيت انا بتنتنا يم القصيصين ايه؟ بيتي مهدوب وقاعدي ايجار 250 نعم. يجي ابو الايجار يدق الباب يخلي اطلعي يا ابو عصام اطلعي عصام عندي بنات بالمتوسطه بنات ابني اولاد ابني وابني بطل كسر حاله نفسيه ابني من يوم قعدوا يقتلونه وهزمتونه يعني مو قد داعش صار عنده حاله نفسيه خاف من عنده خاف من عنده حطوا المسدس براسه فوتوا له جوا هسه ايش مشكلتك بالضبط؟ مشكلتي ما عدنا وبيتي اريد يحملوني هو بيتي ولا غرض ما خلوني لا ثلاجة عندي لا صوبة عندي لا مبردة جيت عند بنتي بصيب مبردة ما عندي وضعية الخدمات هوني بالمنطقة شوني أشعالي هاي هاي هوني شوية كنا نظفه بشيخ شعب التنتنة من القصيصين بشيخ شعب البيوت كلها مهدمي أنا بيتي ما مهدوم يغدو بس شوية تعديل تعمير ما أكذب عليك زين البلدية ذولي مهتمين ما يفوتوا يجيبوني بالأوجات أنا غش عندي منظمة ايه؟ تسدتوا بي قلت لهم عيني بس تجوا شعروا نقاد ما عندي فلوس أشي نقاد من بيتي جوا شعروا نقاد من بيتي لا محافظ يجينا لا مسؤول يجينا لا أبد بس الخيرين يجينا وذول أهل المنظمة غشوني قدمكي جوا نظفوا بيتي وسدوا هذولي إلا لا حكومة جتنا ولا حطعانا ولا أبد ولا أصلا ولا دحقوا علينا والله أبوي أبد هاي نحن والله مواد أشني ما جتني حتى مواد يعني مساعدات أبد أبد ما جتني.